عندنا يا اخواني كبير وشرد الحمد لله ربنا ريحنا منه، لكن احنا بنخليه. ده اسمه عبد الحي يوسف، طفش مشى تركيا وبيجيبوا خطبة الجمعة وبيتكلم، كاتبين تحت قناة طيبة من الخرطوم، خطبة الجمعة الخرطوم، قاعد في تركيا. ده كذب، كذب حرام. اها شوف الزول ده صوفي لا درجة. مش هزار الصوفي اللي اسمه الشريف والدلوبيض شرقي مدني، وطبعا ده سموه ده والدلوبيض ده قال قطع البحر الاحمر، جاء من الحجاز قال طار بالمصلايه بتاعته. عبد الحي يوسف ما جزاره وحضر الهوس بتاعهم اللي بيسموه ذكر، وده ما ذكر. بعد ما انتهى قال للصوفي، قال لي جينا نتعلم منكم. شوف الشغله دي كلها راجعه لشنو يا جماعه؟ للتصوف. عشان كده دار يضرب الاخوان المسلمين لابد يضرب عقيدتهم اول حاجه. فعبد الحي يوسف ده صوفي يا جماعة، وأي إخواني لازم يكون صوفي، ولا بد عقيدته تكون فاسدة. التقسيم اللي كان بيقولونا أنصار السنة شيخهم ذاك، لما يقول لك يا أخي ده، يقول لك ده سلفي العقيدة وإخواني المنهج، وهذا إخواني العقيدة وسلفي المنهج، ده كلام باطل، لأنه هو زيهم. فداري يقسم ليك الشغلة ويلوليه عليك ويميعه. ده الأخوان مسلمين أصحاب عقائد فاسدة، والله نقول بملء الفم، ولا دارين نتقرب لحاكم ولا لدولة ولا لشعب. ده دين، واللي بنشوفه ماشي صح بنقف معه، ولا سالم في اي زول باذن الله سبحانه وتعالى.